سيتي 1 يعني برضه عشان الناس اللي ايه ما ذاكرتش سيتي 1 شويه ثلاثه اربعه. احنا في سيتي 2 بناخد ايه؟ بدات مع دكتور خالد الاول بناخد الروبوتكس، بعد كده دكتور ياسر هيدخل في الفلاي ويل، بعد ميد ترم هيكون في الكام والبالانس. دول اربع مواضيع اللي احنا بنتكلم فيها. طبعا الروبوت معنى كلمه روبوت، طبعا الروبوت طبعا سيل بقى من دماغ الجين بتاع المسلسل، مفيش الكلام ده، يعني احنا ما بنعملش الروبوت. المقصود احنا الروبوت هي عباره عن اي ماشين احنا بنبرمجها عشان تؤدي وظيفه معينه. وظيفه دي ممكن تقول ان هي بتنقل حاجه من مكان لمكان، عشان كده فالروبوتكس بقى ده العلم اللي يلزمها بدراسه ايه؟ بدراسه الروبوت. طيب فاحنا المفروض الروبوت بالنسبه لك ده المفروض ان هو بيتكون من ايه؟ المفروض يتكون مجموعه من اللينكات بينهم شرط، مجموعه من اللينكات في بينهم شرط. اللينك الاول خالص ده غالبا بيكون فيكس، فاللينك الاولاني ده خالص ده كده بيكون فيكس لينك، واحنا بنسميه ايه اللينك ده؟ بنسميه بيس. خلاص كده؟ وده ما بندوش رقم، يعني ده كده الزيرو. دي حاجه. طيب بعد كده اول ثلاث لينكات في الروبوت احنا بنسميهم البيزك ستراكشر. يبقى ده مثلا اللي هو اللينك الاولاني، اللينك الثاني، اللينك الثالث. اول ثلاث لينكات دول احنا بنسميهم ايه؟ ده هتقول في الامتحان في الاختيارات. تمام؟ طبعا الامتحان بيبقى اي سي كيو. فاول ثلاث لينكات متحركين، اول ثلاث موفينج لينك احنا بنسميهم البيزك ايه؟ بنسميهم البيزك ستراكشر. خلاص كده؟ طيب بعد البيزك ستراكشر بقى في عدد من اللينكات من اول اللينك الرابع، واحنا بس عشان نفصل، يبقى البيزك ستراكشر ده اول ثلاث لينكات متحركين، البيز ما بيتعدش، يبقى البيز دي قاعده ثابته. بعد كده في بيزك ستراكشر اول ثلاث لينكات متحركين، فممكن نقول اول ثلاث جوينت. خلاص؟ الجوينت دي اللي رابط اللينك زيرو واللينك هنا المفروض في ايه؟ هنا في جوينت، يعني الحته دي المفروض في جوينت هنا، وهنا في جوينت وهنا في جوينت، فممكن اقول ان البيزك ستراكشر ده اول ثلاثه موفينج لينك او اول ثلاثه ايه؟ ثلاثه جوينت. بعد كده من اول اللينك الرابع بقى ده بيبدا حاجه اسمها الارض المهكزه، تمام؟ على حسب بقى هو الروبوت كبير ولا صغير. يهمني بس في الاخر ان اخر لينك خالص في اسم تكون عارفه حاجه اسمها الاند انفكتور. يبقى اخر لينك خالص اللي احنا بنسميه ال ان ده اللي هو مين؟ الاند انفكتور. بس كده؟ طيب يبقى اذا الان ده هو عدد اللينكات بتاعت الايه؟ عدد اللينكات بتاعت الميكانيزم اللي عندك. بس احنا هنا ما بنعدش اللينك الفيكس، يعني احنا لما لو في سيري 1 لو انت فاكر كنت بتعد اللينك الايه؟ اللينك الفيكس معاك. هنا انت ما بتعدش الفيكس، يبقى انت اللينك عدد اللينكات الايه؟ الموفنج المتحركه، والبيز ده بالنسبه لك مش بيتعمل. طب انا عاوز اعمل ايه بقى؟ احنا عاوزين في السكشن ده نحسب ثلاث حاجات دول، حاجه اسمها الموبيليتي اندكس، حاجه اسمها الديجري اوف فريدم، حاجه اسمها الديجري اوف فليكسبيلتي. طيب يعني ايه الموبيليتي اندكس؟ الموبيليتي اندكس معناها عدد الحركات اللي انت ممكن تاخدها من الروبوت او تاخدها من الميكانيزم ده في حاله ان انت ازلت كل الليميتيشن او كل العوائق اللي عندك. خلاص كده؟ يعني طبعا كل لينك المفروض ان هو بيدور سيتا معين، لا انت هتفرض ان هو بيدور من 0 ل 360. مثلا بيتحرك حركه سلايدنج فليه حركه ايه؟ ليه ستروك معين، لا احنا هنفرض ان هو ممكن يتحرك ايه؟ الستروك بتاعته الانفينيت وهكذا. طيب احنا برضه هنا المفروض ان بيكون بين كل لينك ولينك المفروض ان بيكون في ايه؟ يكون في مفصل، خلاص؟ اللي هو بنسميه جوينت. نفس الكلام بتاع سيري 1 يعني. الجوينتس اللي احنا بنتكلم عليها او بنتعامل معاها حاجه من اثنين، يا اما ان احنا بنتكلم عن جوينت بنوصفها بالرمز ار او بي. الار ده اللي هو عباره عن ايه؟ بنسميها ريفيوت، يعني الوصفه دي دوره وهي بتسمح بدوران حوالين محور او اكتر، بوضح لك دلوقتي امتى تكون محور او اكتر. والبي دي بتبقى حاجه بنسميها ايه؟ البريزماتيك. فالبريزماتيك دي معناها انها بتعمل ايه؟ بتعمل سلايدنج. يبقى البريزماتيك ده معناه ان هو بيعمل سلايدنج، يبقى في اتجاه اكس، في اتجاه واي، في اتجاه زد. الريفيوت معناه ان هو بيلف، ممكن يكون بيلف حوالين محور واحد، ممكن حوالين محورين، ممكن حوالين ثلاث ايه؟ ثلاث محور. خلاص؟ يبقى الجوينتس اللي هنا اللي هنا اللي هنا كل ده يا اما ريفيوت يا اما ايه؟ بريزماتيك. فدايما يجي سؤال كده في الامتحان هتلاقيه برضه موجود في السلايدز عندك، يقول لك ايه كام في كام نوع للبيزك ستراكشر؟ البيزك ستراكشر ده ليه كام احتمال؟ فاحنا بنصنفه ازاي؟ ممكن الجوينت الاول دي تكون ريفيوت او ممكن تكون ايه؟ بريزماتيك. طب الجوينت الثانيه لها كام احتمال؟ ما هم ريفيوت او بريزماتيك، يبقى الاولى كانت ريفيوت، يبقى هنا نقول ريفيوت بريزماتيك، او هنا نقول ريفيوت ايه؟ بريزماتيك. والاحتمال الثالث نفس القصه، ريفيوت بريزماتيك، هنا برضه ريفيوت بريزماتيك، نفس الكلام نفس الحاجه. فتلاقي ان انت عندك كام احتمال للبيزك ستراكشر في الاول؟ ثمان احتمالات، اللي هم ايه؟ يبقى ريفيوت ريفيوت ريفيوت.
او ريزماتيك وهكذا. خلاص فدي احتمالات الايه البيزك ستراكشر الثمانيه، وبرضه ممكن يسالك ايه يسالك فيه. طيب انا عندي اي لينك، لو انا مسكت لينك خلاص لينك واحد حر الحركه في الفراغ وقلت له انت عندك كام احتماليه للحركه، يعني ممكن تتحرك ازاي، ده كده انا متخيل ان هو لينك اهو مش متوصل باي لينك تاني وهو حر الحركه في الفراغ، تفتكر ده كده ممكن يتحرك بكام طريقه؟ لو عندي لينك واحد مسكه في الفراغ ممكن يتحرك بكام طريقه؟ سته صح؟ تمام؟ اللي هم ايه؟ ثلاثه دوران وثلاثه سلايد. هنقول مثلا اهو دلوقتي احنا عندنا المحامي عشان بس تكون معايا. المحور بتاع القلم ده خلاص هنسميه اكس مثلا سيف. وفي محور افقي اللي هو هنا وفي محور راس. خلاص؟ الثلاثه سلايدنج واضحين ان هو يتحرك كده في اتجاه اكس. يتحرك كده في اتجاه واي سلايدنج اهو. او يطلع لفوق ده اتجاه زي. طيب الدورانات المحور بتاع القلم لو لف فيه لف حوالين نفسه اكنك بتديله تور. خلاص؟ طيب لو انت مثلا عندك المحور الراسي ده وعاوز تلففه حوالين المحور الراسي ده هيتحرك ازاي؟ يتحرك كده صح؟ ما هو لما بيتحرك كده يبقى فين المحور الوسطى؟ اللي فوق. هقول لك دلوقتي بطريقه سهله تحدد المحور احسن. تمام؟ طيب لو انت عندك ده كده المحور ده هيلف ازاي؟ ممكن يلف كده مش حوالين نفسه يلف ايه؟ يلف بالطريقه دي. يبقى اذا انت عندك اي لينك في الفراغ، اي لينك في الفراغ تقدر تاخد منه كام حركه؟ ست حركات. ده لو ما كانش ايه؟ مقيد باي لينكات ثانيه، مش مقيد باي لينكات ثانيه. الست حركات دول احنا نقدر نقول ايه؟ ان انت لو انت جيت كده رحت انت راسم ثلاث محاور، الثلاث محاور دول هم بيعبروا عن اكس واي وزد. فهو عنده احتمال انه يلف حوالين المحور ده او يلف حوالين المحور ده او يلف حوالين المحور ده، يبقى دول اللي هم الريفيوت، الثلاثه الريفيوت. وممكن يعمل ثلاثه سلايدنج في كل الاتجاه، في اي اتجاه منهم، يبقى سلايدنج هنا او سلايدنج هنا او سلايدنج ايه؟ او سلايدنج. يبقى اذا كل لينك تاخد منه كام حركه؟ سته. اذا انا لما اقول انا عاوز احسب الموبيلتي اندكس اللي هو عدد الحركات تقول لي ايه؟ تقول لي هو انت عندك كام لينك؟ انا عندي كام؟ لان هم اتحركت انا ما بعدتش الثابت. بس كده طب كل لينك تاخد منه كام حركه؟ سته. يبقى اذا الموبيلتي اندكس انت متوقع ان انت القانون بتاعك هيبقى ايه؟ هيبقى سته ان. بس هل هو كل لينك حر بذاته؟ لا ده في ايه في الموضوع؟ جوينتس وجوينتس بتحدد الحركه بتاعتك. على سبيل المثال لو احنا القلم اللينك اللي احنا كنا بنتكلم فيه ده رحت انا جاي من هنا رحت مدبسه بجوينت، الجوينت دي بتسمح بالدوران في اتجاه واحد بس. بس كده انا رحت حطيت له الجوينت ده، هل ده يقدر يعمل سلايدنج من حته في اكس او يطلع او كده؟ مفيش سلايدنج، ثلاثه راحت. طيب هل لو انت عامل الجوينت كده ممكن يلف حوالين نفسه؟ لو انا عامله كده ومدخل بن فيه مش هيلف حوالين نفسه، تمام؟ طب ينفع يجي كده؟ ما يجيش كده، حله الوحيد يجلس بس كده. اذا الوصله اللي انت ركبتها ديت سمحت بكام حركة؟ حركة واحدة، يعني كنسلت لك كام؟ خمسة. خمسة؟ بس كده؟ اه، يبقى الجوينت دي نقول إن هي بتسمح بحركة واحدة، اسمها ديجري اوف فريدم بتاعت الجوينت أو الكلاس بتاع الجوينت واحد. بتسمح بحركة واحدة، وده معناه إن هي بتكنسل لي كام؟ بتكنسل لي خمسة. أجي جاي هنا أهي دي ناقص. يبقى ناقص ده اللي هو إيه؟ اللي الجوينت هتكنسله. طب الخمسة اللي هما تكنسلوا أنا حسبتها إزاي طب؟ مش هما أصلاً عدد الحركات ستة؟ طب الجوينت دي سمحت لك بكام؟ بواحد مش انت وزاره السته ما طلعت من الخمسه اللي هم راحوا؟ اه يبقى القانون هنا يتكتب ازاي؟ يبقى انت المفروض هات السته اللي هو عدد الحركات التوتال ناقص اطرح منها مين بقى؟ الديجري اوف فريدم بتاعتك سمحت بكام؟ يبقى الرقم ده هنسميه ايه؟ الرقم ده هنسميه ايه؟ خش بقى ايه؟ عندك سي سي 2 اه خلاص؟ يبقى السته ده اللي هو عدد الحركات تمام؟ ناقص هو الجوينت اللي انت مركبها بتسمح بكام حركه؟ بس كده؟ وبعد كده هاجي ضارب عدد الايه؟ عدد الجوينت اللي هو طيب طب انا ممكن احط جوينت تسمح بايه؟ تسمح بحركتين. يعني تسمح مثلا لو حطيت مثلا السبريكال جوينت، السبريكال جوينت بتعمل ايه؟ هتمنع لك الثلاث سلايدنج بس هينفع تلف في كل الاتجاهات، صح كده؟ يبقى في الحاله دي انت قيدت كام حركه؟ ثلاثه مش ثلاثه؟ يبقى ساعتها الام دي هتبقى بكام؟ بثلاثه. اه فانا اقدر اقول هنا ان انا عشان اختصر القانون جاي قايل ايه؟ جاي قايل احنا عندنا كذا نوع من الجوينت. كل جوينت ليها ديجري فريدم او كلاس للجوينت. فانا هقول يبقى القانون كده والام دي تقدر تغيرها من اول واحد لحد ما توصل لجوينت ايه؟ لجوينت ليها 5 ديجري فريدم. بس كده؟ يبقى انت ده القانون بتاع الكوينت اندكس. خلاص؟ عرفت القانون ده ازاي؟
يبقى ال 6 ان ال ان ده النمبر اوف موفينج رينج اللي هنكتب الكلام ده. يبقى احنا عندنا مين هو ال ان ده؟ ال ان ده بنسميه النمبر اوف موفينج ايه؟ موفينج رينج. يبقى ده عدد الرنجات الايه؟ عدد الرنجات المتحركه. يبقى البيس مش بيتعدى، البيس مش بيتعدى. خلاص كده؟ طيب مين بالنسبه لك اللي هو الام؟ مين الام؟ الام ده احنا بنسميه الكلاس اوف جوينت. ده كده الكلاس اوف ايه؟ الكلاس اوف جوينت. وانت عارف يعني ايه كلمه كلاس اوف جوينت؟ انت بتذاكرها في السلايس. كلاس اوف جوينت معناها هو الجوينت دي بيسمح بكام حركه من السته؟ لو بيسمح بواحد يبقى الام بواحد، لو بيسمح بحركتين يبقى اثنين، ثلاثه وهكذا. خلاص كده؟ والجي ام ده اللي هو مين؟ ده اللي هو عدد الجوينتس بقى. يبقى ده كده بالنسبه لك النمبر اوف ايه؟ اوف جوينتس بتاعت الكلاس اللي هو الام ده، يبقى نمبر اوف جوينت اوف كلاس ايه؟ كلاس ام. طيب عشان نوضح اكتر ايه الحته يعني الام ده اللي هو المقصود بيه ايه؟ اشرح لك مثال كويس بقى. لو انت تخيلت دراعك ده، هنقول ان دراعك ده كده هو عباره عن روبوت، هو فعلا في الحقيقه بيكون الروبوت عباره عن حاجه اسمها مانيبيليتور او حاجه شبه دراع الانسان كده. بتنتهي في الاخر خالص بإند الفيكتور على شكل الصوابع مثلا، بيشيل حاجه من حاجه من حاجه من حته يحطها في حته ثانيه. خلاص كده؟ فلو احنا خدنا الدراع ده قلنا ان ده هو. انت عندك حته البيز اللي هو الحته دي، عندك الحته دي دي ده اللينك الثاني، ده اللينك الثالث، وبعد كده اللينك الايه؟ الرابع. خلاص؟ طيب البيز طبعا احنا مش بنعمله، فده كده ثلاث لينكات. البيز مش بيتعمل. طيب خلينا نتكلم في الوصله دي. الوسطة اللي هي بين عند الكتف يعني. الوسطة ديت بتسمح بكام حركة؟ طبعا احنا ما عندناش سلايدنج، يعني انت ايدك مش هتطلع ولا مش هتطلع. خلاص كده؟ يبقى احنا بنتكلم في الدورانات بس. الوسطة ديت بص خلينا برضه نحط محاور الأول عشان نشوف انت شغال ايه. أنا عندي المحور بتاع ايدي ده هنسميه مثلا زي اكس. وفي محور أفقي هنسميه مثلا واي، والمحور الرأسي هنسميه زد. طيب ثبت باقي المفاصل، يعني مفصلك ده ثابت والحتة دي ثابتة لأن دي فيها نفس. ونشوف ده بس بيتحرك ازاي. هل ده تعرف تقصره حوالين نفسه؟ صح؟ يبقى ده بيلف حوالين المحور الطولي بتاع ايده، يبقى دي اول حركه. طيب ايه تاني؟ هل ينفع يلف حوالين المحور الراسي؟ يعني ايدك بتيجي كده صح؟ يبقى ده التاني دوران. تمام؟ طب وايه كمان؟ ايدك بتتحرك كده؟ خلاص يبقى ده تالت ايه؟ تالت دوران. يبقى انت كده بالنسبه لك الوصله دي ايه؟ الوصله دي ايه؟ بتسمح بدوران عليك كام محور؟ ثلاثة. يبقى الام بتاعها بكام؟ بثلاثة. ده معنى كلمة الام. خلاص؟ طب شوف لي الوصلة دي كده، الوصلة دي كده بتسمح بكام دوران؟ ها؟ ثبت دلوقتي انت عشان تشوف دي كده، ثبت كده، ثبت ايدك من هنا. هل الحتة دي ممكن تتعصب تلف حوالين نفسها؟ لا. طيب هي بتتحرك كده صح؟ لكن حوالين انهي محور؟ اللي هو زي الرأس اللي فوق. تمام؟ طيب ده كده. طيب ايه تاني؟ ممكن دي كده تطلع وتنزل؟ لا. خلاص يبقى هي كده ايه؟ واحدة بس. ودي كام كلمة؟ واحدة. طيب لو انت جيت لحتة الراس اللي هنا اللي عند الايد دي كده ايه؟ لو انت مثبت دي كده هل دي ينفع تتعصب تلف؟ دي بس. دي بس يعني انت ماسك كده امسك دي كده لفت كده دي لفت ايدك ما تلفش. تمام؟ لكن بتتحرك كده وبتتحرك كده. يبقى دي كام ديجري فينا؟ اثنين. خلاص؟ يبقى الام ده معناه ان الجوينت دي بتسمح بكام حركه. طيب احنا كشغلنا يعني الشغل اللي احنا بنحل بيه كل المسائل بتاعتنا بتبقى ايه؟ شغالين ريفليوت وايه؟ وبريزماتيك. بس ممكن تلاقي عند جوينت واحده مديها اكتر من ريفليوت مثلا، ففي الحاله دي المفروض ان هي كام؟ الام بتاعها يكون باثنين مش بواحد. طيب ده كده اللي هو الموبيلتي اندكس. نيجي بقى للديجري اوف فريدم. تعرف نحل المسائل دلوقتي اقول لك ايه؟ ازاي بنحلها في المساله. لو احنا جينا للديجري اوف فريدم عدد الحركات بدون تكرار، يعني ايه؟ الموبيلتي اندكس ده، الموبيلتي اندكس ده عدد الحركات كلها اللي انت بتحصل عليها. لكن الديجري اوف فريدم عدد الحركات بدون تكرار، يعني ايه؟ شايف الشكل ده؟ الشكل ده فيه كام حركه؟ ستة. يبقى انا هاجي رايح للميكانيزم اللي عندي واشوف هو فيه كام حركه من السته دول والرقم اللي يطلع منهم، يبقى ده الديجري اوف فريدم. يعني مثلا عندك مثلا في المساله الحركه دي اتكررت كذا مره، احسبها مره واحده بس. في سلايدنج مثلا في الاتجاه الراسي كذا مره، احسبه مره واحده بس. واشوف في الاخر المحصله كام، يبقى انت كده جبت مين؟ الديجري اوف فريدم. يبقى انت كده الناس اللي بتكتب، يبقى الديجري اوف فريدم دي عدد الحركات بدون تكرار. اكنسل المتكرر، يبقى انت كده جبت الديجري.
ملهاش قانون. تمام كده؟ طيب فطبيعي ان هي تطلع اقل من الموبيلتي اندكس. ويجي لك مثلا في الامتحان يقول لك هو الماكسيموم ديجري اوف فريدم يطلع لكام؟ ها؟ كام؟ ماكسيموم ديجري اوف فريدم. الماكسيموم ان الست يكونوا موجودين. خلاص؟ طيب ده لما يكون الميكانيزم بتاعك بيتحرك في السبيس. يعني في 3 دي. طب ما هو ممكن يبقى انت عندك ميكانيزم بيتحرك فين؟ في مستوى بلاك. تمام؟ لو مستوى سبوره كده لو انا حطيت القلم في السبوره ده ليه محطوط على السبوره؟ ليه كمان احتمال للحركه؟ لا مش واحد، هو ممكن يعمل سلايدنج كده وممكن كده وممكن ايه؟ يلف في المستوى بتاعه. يبقى اي عندك لينك، اي لينك محطوط في مستوى ليه كم احتمال للحركه؟ ثلاثه. خلاص كده؟ طيب يبقى انا الديجري اوف فريدم دي كده عندك لو سالك في الامتحان احنا دلوقتي عايزين نحسب الماكسيموم ديجري اوف فريدم. طيب الماكسيموم ديجري اوف فريدم انت عندك لايه؟ عندي نوعين، في حاجه اسمها سبيس ميكانيزم وفي حاجه اسمها بلين ميكانيزم. السبيس ده معناه ان هو بيتحرك في 3 دايركشنز. البلين معناه ان هو بيتحرك في 2 دايركشنز. فلو هو في السبيس يبقى الماكسيموم ديجري اوف فريدم يطلع لكام؟ يطلع لزيرو. في البلين يطلع لكام؟ يطلع لكام. لو انت خدت السلايد ده هتلاقي ان القانون بتاع الويت اندكس ده كاتب لك قانونين، كاتب لك قانون للسبيس وقانون للبلين. اللي احنا كاتبينه ده ايه؟ احنا خدنا الحركه في 3 دي صح؟ فالقانون ده اللي هو السبيس. طب انت لو عاوز تقلب القانون ده من سبيس للبلين تعمل ايه؟ شيل السته وتحط ثلاثه. طب انت لو جالك مساله انا بقى مش عارف هو انا لسه يعني انت مش عارف هو سبيس او حركه 3 دي ولا حركه 2 دي، مين الاجمل؟ انت شايف كده؟ يبقى ده بيحل لي كل المسائل. خلاص؟ ده كده بيحل لي كل المسائل. ودي كده بتيجي اختياري في الايه؟ في الميد تيرم وفي الفاينل. الماكسيمم ديجري اوف فريدم في السبيس ميكانيزم او سبيس الروبوت والايه؟ الفاينل. طيب وده بنحسبه ازاي؟ بنحسبه عدد الحركات بدون تكرار. وده كده هنوصله في الرمز دي. طيب نيجي بعد كده لحاجه اسمها ديجري اوف فليكسبيليتي. ديجري اوف فليكسبيليتي اللي هو بنسميه دي اف. طيب عشان احسبه حاجه بسيطه خالص، انت عشان تحسب الديجري اوف فليكسبيليتي بتاخد الموبيلتي اندكس اللي انت حسبتها في القانون رقم واحد وتطرح منه الديجري اوف فريدم اللي في القانون رقم اثنين، يبقى انت كده جبت الديجري اوف ايه؟ اوف فليكسبيليتي. هل الديجري اوف فليكسبيليتي تطلع بنيجاتيف؟ ممكن تطلع بنيجاتيف؟ ها؟ ممكن يطلع بزيرو، ممكن يطلع بزيرو. طب ايه معناها؟ الديجري اوف فليكسبيليتي دي معناها درجه الحريه. لو طلعت بصفر معناها ايه؟ معناها ان انت عندك روبوت معين عاوز توصل الهاند دي بوزيشن معين. عشان تتحرك لازم كل الجوينتس اللي عندك تتحرك، ما عندكش حريه اختيار. يعني ما ينفعش تقول انا هتحرك الجوينت دي واسيب الجوينت الثانيه، لا. ده انت لو الديجري اوف فليكسبيليتي دي بزيرو يبقى عشان توصل لتأدي فانكشن معينه هتضطر ان انت تتحرك كل الجوينتس اللي عندك. خلاص؟ طب لو الديجري اوف فليكسبيليتي ليها رقم يبقى انت عندك حريه بقى، ممكن تشغل حاجه او تفتح. طيب تعال نشوف الكلام ده كده ازاي نطبقه في ايه؟ ازاي نطبقه في مساله؟ فده معنى الجوينت ده بيبقى معمول ازاي؟ طيب
طيب لو جيت عند سيتا 2 ده برضه ريفيوت ايه؟ ريفيوت جوينت. طب هو ازاي يحرك اللينك في الاتجاه ده؟ يجي على اللينك الاول اللي هو الراس ده تمام؟ وهو يعمل فيه لاترال بول بالمنظر ده. واللينك الثاني اللي هو المايل ده برضه يبقى فيه بول، وبعد كده الاثنين دول يربطهم بايه؟ يربطهم ببند. فهو التهشير اللي هو اقصى ده اللي هو الايه؟ البرن اللي جوه، ده اللي بيسمح بالايه؟ بالحرك، ده الشرط. نفس الكلام بالايه؟ بالنسبه للحته اللي جايه. فانا هنا هبدا اعد فيه كام لينك؟ خلينا نبدا الاول نرجع نحسب الموبيليتي اندكس، فالموبيليتي اندكس عاوز احدد فيه كام لينك الاول. فالبيز ما بيتعدش، البيز ما بيتعدش. عندي مثلا هنا ده اللي هو اللينك كام؟ لينك واحد، يبقى احنا هنقول ان ده كده اللينك الايه؟ اللينك الاولاني. بعد كده اللينك ده اللي هو اللينك الثاني. بعد كده هنا في لينك مايل تمام، ده اللي هو اللينك رقم كام؟ رقم 3. يفضل وانت بتحلل قدر الامكان انك تعدل اللينكات تمام. يعني ايه؟ يعني خلي اللينكات راسيه وافقيه بس، هي تفضل. يعني ده مثلا مايل، هل ده دول لو رفعته خليته افقي؟ لا، هو كده ده بيتحرك في كذا ايه؟ في كذا اتجاه. زي مثلا انت ايدك مثلا معموله كده، لو انا مش عاوز ادرسها كده خليها كده وادرسها تطلع هي هي. طيب فكده في كام لينك عندنا؟ 3. يبقى احنا هنيجي هنا نقول يبقى احنا عندنا ال L بيساوي كام؟ 3. وهنا برضه ال L دي ليها الموفنج لينك، ما عدتش البيز ولا حاجه. طيب نيجي بعد كده للجوينتس. هي انت هنا عندك بين البيز وبين اللينك رقم 1 في مفصل صح؟ في جوينت اللي هي الجوينت اللي هو هنا بتسمح بكام حركه؟ حركه واحده. يبقى ديت كان الكلاس بتاعها بكام؟ بواحد. فاحنا الكلاس بواحد هنسميه جي 1. يبقى جي 1 ده عدد الجوينتس اللي الام بتاعها بيساوي كام؟ بيساوي 1. يبقى هنا جي ام. فلما الام تكون بواحد نسميها جي 1، لو الام باثنين نسميها جي 2. فدي بتسمح بحركه واحده. طيب واحد واثنين، بين واحد واثنين في البرن ده يسمح بكام دوران؟ واحد. ها؟ واحد. طب محور الوصله فين؟ المحور بتاع البن ده المفروض انه يكون ايه؟ عمودي على السبوره داخل الخارج. طب احنا اقول لك قاعده سهله تحدد المحور عشان في ناس ما بتتخيلش قوي تمام؟ او في الحاجات المعقده ما بتتخيلش. احنا دايما بنشتغل بايد اليمين. في الايد اليمين هتجيب ايدك اليمين هتدور صوابعك مع اتجاه السهم، هتدور صوابعك مع اتجاه السهم، الصبع الكبير ده هيديك المحور بتاع الوصل. خلاص؟ كباقي اللينك ده ممكن يتحرك كده وممكن كده، يعني هو بيعمل تردد يعني بيجي ويجي، فهو بيكون راسل لك اي وضع فيه، فانت تشتغل عليه. يعني السهم ده كده العكس، تمام؟ يعني نزل لتحت فالمحور يكون ايه؟ دول. المهم ان هو العمودي على السربوره، يعني هو المحور بتاعك اللي هو المحور ايه؟ المحور ده. طيب لو جينا للجوينت دي بتسمح بكام حركه؟ حركه واحده بس، تمام؟ طب والمحور بتاعك؟ هو برضه العمودي على ايه؟ العمودي على السربوره، صح كده؟ يبقى انا اقدر اقول ان عندي كام جوينت بلس 1؟ 3. خلاص كده؟ طيب مفيش حاجة اشتري اثنين ولا أي حاجة. أجي بقى أطبق القانون بتاع الموبيليتي اندكس. لو طبقت القانون بتاع الموبيليتي اندكس يبقى الـ M بيساوي 6 N، الـ N عندك بـ 3 ناقص، افتح بقى القوس، بس احنا كده كده عندنا كل جوينتس إيه؟ بلس 1، يبقى 6 ناقص 1 في عددهم اللي هما كام؟ اللي هما ده. فدول يبقى انت عندك 18 ناقص كام؟ 15. فدي تطلع المهم تاني كام؟ ب 3. طيب بص بقى اللي جاي دي. لو انا عاوز احسب الديجري اوف فريدم اعمل ايه؟ شوف انت عندك ارسم، دايما كنت اقول لهم ايه؟ ارسم الثلاث محاور كده. خلاص؟ ووزع لي كل الحركات اللي عندك عليه. يعني هو سيتا واحد ده يا جماعه، لو انا لفيت، لو انا عملت الحركه اللي قلت لكم على ايدك اليمين لففها مع اتجاه السد، يبقى صبعك كتير المحور. خلاص؟ يبقى انت المحور بتاعك المره دي هنا فين؟ الراس. طيب الراس يبقى هو هنا اهو. طيب ده اللي هو العمود على السبوره صح؟ خلي بالك الثلاث محاور دول متعامدين، يبقى ده الراس الافقي، المحور ده اللي هو خارج ورا السبوره، بس انا راسمه كده عشان برسم في ايه؟ في ورقه. يبقى ده سيتا 2 وسيتا 3 الاثنين مرسومين ايه؟ بيلفوا حوالين المحور ايه؟ بيلفوا حوالين المحور. يبقى انا هقول ان هنا ده سيتا 1، ده هنا اللي هو سيتا 2 وسيتا كام؟ وسيتا 3. خلاص كده؟ طب واحد هيطلع يسال سؤال اللي هو ايه؟ افرض انت سيتا 2 كده وسيتا 3 العكس.
هما واحده بس. انا الفكره في الالف ايه؟ محور الدوران. طالما محور الدوران واحد فهم عملوا ايه؟ حركات. بس كده؟ طيب يبقى انت كده عندك كم حركه من السته؟ اثنين. يبقى الديجري اوف فريدم تطلع بك. طيب عاوز احسب الديجري اوف فليكسبيليتي اعمل ايه؟ هطرح الكواليتي اللي ماكسمايز الديجري اوف فريدم، فالديجري اوف فليكسبيليتي تطلع بكام؟ تطلع بكام؟ يبقى انت عندك حريه. يعني ايه؟ يعني عشان توصل الدراع ده لنقطه معينه ممكن ما تشغلش كل الجوينتس. طبعا منطقيا الاثنين دول بيقابلوا تقريبا نفس الفانكشن، ممكن تشغل ايه؟ تشغل واحده واثنين وثلاثه. طيب دي كده مساله. طب تعالى نشوف المساله الثانيه. المساله الثانيه حط لك اطوار عشان ما تتلخبطش. هنا مثلا هنقول ان احنا عندنا ده ال واحد، هنا عندنا ده ال اثنين، وده عندنا مثلا دي ثلاثه، وده عندنا ال اربعه، والحته دي مثلا ال خمسه. تعالى نشوف المساله دي صعبه شويه. دلوقتي احنا اللي تحت ده اللي هو البيز. خلاص دي كده اللي هي دي اللي هي البيز، ودي سته. اللينك الاول بيتحرك الحركه نفس اللي كان هنا، وعرفنا الوصله عامله ازاي، صح كده؟ تعالى نعد اللينكات مع بعض. اللينك ده كده ده اللي هو رقم واحد. تمام؟ اللينك ده كده رقم كام؟ رقم اثنين. ايه القصه اللي هنا بقى؟ هو لما عمل لك السهم ده كده، ده معناه انه بيعمل ايه؟ سلايدنج، يعني بيدخل ويطلع. دي سهله دي، بيعمل ميكرو شبه بالظبط الايه؟ السرنج. تمام؟ فانت عندك السرنج ديت المفروض انت عندك اللينكين، لينكين اسطوانه ورد، وفي بينهم الوصله اللي هي الايه؟ السلايد. فانا نفس الكلام هتلاقي اسطوانه وايه؟ اسطوانه ورد. فدول بيتعدوا لينكين، يبقى ده اثنين، واللينك ده كام؟ ثلاثه، وفي بينهم وصله سلايد. وهنا المفروض ان طول اللينك اثنين ده ثابت، لكن طول اللينك ده ايه؟ متغير، لان هو بيدخل وبيطلع، يبقى ده متغير. طيب يبقى ده اثنين ثلاثه، اللينك ده اللي هو كام؟ اربعه، وبعد كده اللينك ده اللي هو كام؟ اللي هو خمسه. يبقى احنا المفروض هنا ان ال ان اللي هو النمبر اوف موفينج لينك يطلع كام؟ خمسه. خلاص؟ طيب يبقى ده ال ان الخمسه. طيب تعالى نشوف الاول الجوينتس قبل ما نحسب. لو احنا خدنا سيتا واحد يعني بين البيز وبين اللينك رقم واحد، الوصله دي بتسمح بكام حركه؟ حركه واحده، يبقى دي تكون جي واحد. يبقى دي كده، خلينا نكتب دي كده، يبقى دي المفروض جي واحد. طيب بين واحد واثنين الوصله دي بتسمح بكام حركه؟ حركه واحده، يبقى دي برضه جي واحد. طب بين اثنين وثلاثه؟ حركه واحده بتعمل سلايد، يبقى دي برضه جي واحد. طيب بين ثلاثه واربعه؟ بين ثلاثه واربعه لو انت مسافه الجزء ده اكن ده بيتحرك كده وكده. بس يعني اكنه ده الرسمه بالظبط كده، ده اللي هو الثلاثه وده الذراع اللي نازل، فهو بيتحرك كده وكده. خلاص؟ يبقى دي برضه تعتبر ايه؟ جي واحد. لو انا جبت من اربعه وخمسه بقى يقول لك ايه؟ يقول لك دي كده هو حاطط لك حركتين. معناها ايه؟ الجزء رقم خمسه ده بيلف حوالين نفسه. تمام؟ ده كده بيلف حوالين نفسه، كان مثلا ايه؟ خلاط او حاجه زي كده. طيب والحاجة الثانية كمان بيعمل ايه؟ بيتحرك يمين وشمال. بس يعني ده كده ممكن يكون نازل كده، وده كده يبدأ يتحرك ايه؟ ياخد زاوية. ياخد زاوية ويروح كده. بس هو كده يعني ده كأنها نازلة كده. ده كده بس ده بقى مش هنعرف نعملها، دي كده بتلف حوالين نفسها، دي اللي هي 6 5. وسيتا 6 دي معناها ان هو بيروح ايه؟ اوكي؟ فدول الحركتين دول، بس الحركتين دول ايه الجوينت اللي بيعملهم؟ الجوينت اللي بين أربعة وإيه؟ خمسة. بين أربعة وخمسة. خلاص؟ يبقى بين أربعة وخمسة ده المفروض مش جي واحد بقى، ده جي كام كده؟ جي دي، لأن هو بيسمح بحركتين، هو بيعمل دوران حوالين إيه؟ حوالين الكرة. يبقى ده كده بالنسبة لنا الإن بخمسة. طيب إحنا طلعنا جي واحد بكام؟ كام جوينت؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. يبقى دي كده برضه. وطلعنا جي اثنين بكام؟ بواحد. تعال نطبق القانون بتاع الإن. الموبيلتي اندكس، يبقى الموبيلتي اندكس دي بتساوي. المفروض ان احنا عندنا 6 ان، يبقى احنا عندنا 6 بكام؟ في 5. ناقص نفتح قوس بقى. السيجما دي بقى بنطبقها ازاي؟ طالما في اكتر من نوع من الجوينتس، انا عندي هنا جوينتس جي 1 وجي 2، يعني اللي جي فريدم 1 و2، يبقى هنا جوه القوس هيبقى في 2 جرافيك المفروض ايه؟ مجموعين على بعض. المفروض ان انت بتعمل ايه؟ بتطرح 6 ناقص الان، هو جي 1 ده الان بتاع
بتاعه كام؟ واحد، بتضرب في العدد اللي هو 4 وتيجي هنا تطرح 6 ناقص الام اللي هي كام؟ 2 وتضرب في العدد اللي هو كام؟ اللي هو 4. فانا في الاخر يبقى انا عندي 6 في 5 بكام؟ ادي 30 ناقص كام؟ دي 6 ناقص 1 5 في 4 يبقى دي 20 ودي كام؟ 4. خلاص كده؟ طيب يبقى انا عندي 30 ناقص 24 هي تطلع كام؟ تطلع 6. فدي كده اللي هي ايه؟ الموبايل تنس. فيها مشكله دي؟ ها؟ طيب نيجي نحسب الديجري اوف فريدم، عدد الحركات بدون تكرار. قلت لك تعمل ايه؟ تيجي جاي كده راسم الثلاث محاور اللي عندك وتروح توزع كل وقت، شوف كل كله عامل ازاي. انت بالنسبه لك سيتا واحد دي بتلف كده يبقى المحور بتاعها كان راس رسمناه، يبقى ده كده اللي هو سيتا واحد. سيتا 2 ده المحور بتاعها زي ما اتفقنا ايه؟ العمودي على السطورة، يبقى سيتا 2 حوالين المحور ده، يبقى ده سيتا 2. طيب ده بيعمل ايه؟ سلايدنج في الاتجاه الافقي، يبقى تحت الاتجاه الافقي بتيجي راسم واحده سلايدنج يعني. سيتا 4 دي برضه ايه؟ نفس الكلام، يبقى مع سيتا 2 هي هي سيتا 4 اللي بتحسب بواحده. طب سيتا 5 مع كام؟ مع واحد صح؟ الحته دي كده بتلف نفس دي، يبقى سيتا 1 مع سيتا 5. طب وسيتا 6؟ تمام صح. لا مع 2 وايه؟ مع 2 و4 دول معاهم سيتا ايه؟ سيتا 6. من الحركه دي اخي بص لو انت واقف كده ده اللينك رقم ده رقم 3 وده رقم 4 فهم يتحركوا كده. طيب والحركه الاخيره اللي هي من 4 ل 5 برضه نفس الكلام نفس الحركه. فدول كده هيتحطوا مع ايه؟ مع بعض. يبقى 1 و5 يتعادلوا بواحده و2 و4 و6 بواحده ومعاك سلايدنج، يبقى انت كده عندك الديجري اوف فريدم تطلع كام؟ تطلع بثلاثه. طيب طلعت الديجري اوف فريدم بثلاثه يبقى الديجري اوف فليكسبيلتي هنا تطلع كام؟ او يبقى انت عندك 6 ناقص 3 بتطلع كام؟ تطلع بثلاثه. عاوز كده؟ طيب ها؟ الديجري اوف فليكسبيليتي عدد الحركات اللي بتتكرر في كذا رينج بس. يعني في السنة الاول الديجري اوف فليكسبيليتي طلعت ان عندي سيتا 2 وسيتا 3 بيبقوا نفس الحركه. في المثال الثاني الديجري اوف فليكسبيليتي اللي هو 3 عندي سيتا 1 هي هي سيتا 6 يبقى كده 1 وعندي سيتا قصدي سيتا 1 هي سيتا 5 سيتا 1 هي سيتا 5 هي سيتا 5 و2 هي 4 هي سيتا مش هتظبط معاك في كله. مش هتظبط في كله. هي احنا بنقول ان الديجري اوف فليكسبيليتي ده بتشوف انت عندك كام حركه او انت محتاج تفكر فين. يعني الحاجه اللي بتفكر فيها؟ الموبيلتي اندكس صح؟ بتقعد بقى تقول جي 1 وجي 2 احلها لك. خلاص؟ دايما الموبيلتي اندكس هتطلع عدد الحركات اللي في المساله. يعني ايه؟ يعني انت هنا عندك في كام حركه؟ سيتا 1 2 3 تطلع 3. هنا عندك ايه؟ سيتا 1 2 3 لحد 5 لحد 6 فانت هتجيب الاندكس بتاعك بكام؟ يبقى انت ممكن في المساله تجيبها ايه؟ ام سي كيو فتجيبها مجرد النظر من غير ما ايه؟ من غير ما خلاص؟ دي فيها مشكله؟ اظن دي ايه؟ دي الخلاصه يعني. تمام؟ طيب حاجه عن صوت الكلام ها؟ هو انا ينفع اقول عدد الجوينتس هو هيبقى عدد الانكات؟ ما الكلام ده ينطبق امتى؟ لو كل الجوينتس اللي عندك بتسمع بحركه واحده بس، يعني المساله دي كل جوينت بتسمع بحركه واحده فيطلعوا متساويين، لكن هنا لا هو هنا اصلا عدد اللينكات يعني عدد اللينكات بيختلف عن عدد الايه؟ عدد الجوينتس اللي عندك. انا واحده اللي هي في البيز والثانيه الثالثه الرابعه اوكي ماشي تمام ماشي في الاخر انت عشان تستنى بس تضرب حل انت بالنسبه لك شوف عدد الحركات كام يبقى هو ده الايه؟ الموبيلتي اندكس. ما تقعدش تحل ما تقعدش تحسب لينكات ليه؟ بعد كده الميكانيزمات بتاعتها هتبقى كبيره، عدد لينكات كتير وجوينتس كتير وكل جوينت هتلاقي فيها اكتر من حركه، فانت ايه ما تقعدش تحسب الايه؟ الحسبه دي يبقى انت على طول ايه؟ مسستم عارف ان الموبيلتي اندكس هي عدد الحركات الايه؟ الكليه. تمام؟ حد عنده سؤال كده؟ هو ممكن يبقى في ثلاثه بس في ثلاثه ولا
ممكن نفس الحته نحط لك فيها ثلاث مفاصل عادي. يعني ممكن عند النقطه دي بيخلي لك كمان بتدخل ايه؟ بتدخل وتطلع. يبقى ده المحور الثاني اللي هو بنقول عليه. خلاص؟ بس انا قلت لك انت كده كده ايه؟ مش هتشغل نفسك بقى بالحته دي، لان انت خلاص هتعرف تجاوب الحته دي من غير ما